لاحظ يعني أنبياء الله عز وجل أوحى إليهم وأمرهم بتبليغ دينه ورسالته، يأتون يوم القيامة الواحد معه يعني أقل من 10، ونبي معه رجل أو رجلان، ونبي وليس معه أحد، ما معه أحد أبدا، ما استجاب له أحد. الله أكبر. هذا يدلنا على أن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله جل وعلا. هداية التوفيق بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا يدلنا أيضا على أن الداعية إلى الله عز وجل وطالب العلم ليست مهمته إدخال الناس في الإسلام، لأنه لا يملكها، ما يملك إدخال الناس في الهداية، إنما يملك دلالة الناس على طريق الهداية، دلالة الناس، يدل الناس، أنت ما تملك. ولذلك قال تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: وما أنت عليهم بمسيطر. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. فنبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. الآن بعض طلبة العلم للأسف الشديد يعني يقولوا له أقم درس علمي، يقول يا أخي ما يحضر إلا كم اللي يحضر، يقول 5. بركة في نبي ما يحضر مع أحد، يوجد أنبياء ما يتبعهم أحد يا مسكين، وأنت والله شرهان، كبر شرهاتك مثل ما يقولون، تبغى جماهير تزحف. هذا ليس من منهج طلبة العلم. طالب العلم ما ينظر إلى زحف الجماهير كثرة العدد، طالب العلم عنده رسالة يؤديها، لو حضر واحد بركة، هذا الواحد يستمر لك الأجر بشكل ما تتخيله أنت، لأن هذه من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية. لذلك طالب العلم ينبغي أن يسلك مسلك الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل. الله عز وجل قال للنبي: إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغ وامشي، لا تقف ولا تقول والله أنا ما أدرس ولا أدعو ما دام أحد يستجيب لي، لا، تجلس للناس. كثير من مشايخنا اللي طبقت شهرتهم الآفاق وما زال الناس يتفيئون ظلال علمهم، كانوا في يوم من الأيام ما يحضر لهم إلا 9 و8 و7، ثم نشر الله ذكرهم في حياتهم وانتشر علمهم بعد وفاتهم أكثر. ومنهم سماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، في بدايات تدريسه ما كان يحضر إلا عدد قليل، ثم كتب الله له قبول. ولذلك مهم جدا أن طالب العلم ينتبه لهذا.